ولفهم الأبعاد المختلفة للأحداث الراهنة والتوقعات والتداعيات المستقبلية لهذه الحرب المستمرة والمستعرة في قطاع غزة، معنا مباشرة من القدس الكاتب الصحفي والباحث السياسي رسم عبيدات. أستاذ رسم، صباح الخير. صباح النور لكم جميعا وأهلا وسهلا بكم. نبدأ من ردة فعل واشنطن إزاء العمليات العسكرية الإسرائيلية في رفح، حيث أعلن البيت الأبيض أن إسرائيل لم تتجاوز الخط الأحمر، وما يحدث حاليا في رفح لم يصل بعد إلى عملية عسكرية كبيرة. تعقيبكم. يا سيدي، هذه الحرب وصاحبة فكرة الحرب هي الولايات المتحدة الأمريكية، وهي الشريك المباشر للاحتلال في العدوان على شعبنا الفلسطيني. وبالتالي عندما هذا الوقع، جون كيري منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض الأمريكي، يتحدث على أن هذه لن تصل إلى معركة كاملة، والدبابات الإسرائيلية في وسط رفح وبعد قرار محكمة العدل الدولية بيومين متسرة في تل السلطان وأكثر من 45 شهيدا و 249 جريح، وأعقب ذلك مجزرة في منطقة المواصي و 21 شهيد وعشرات الجرحى، بالإضافة إلى وعدم وجود أي مناطق آمنة في قطاع غزة. هذا يدلل على أن الولايات المتحدة الأمريكية هي من تشجع دولة الاحتلال على الاستمرار في حربها العدوانية من إبادة وقتل وتدمير وتجويع بحق الشعب الفلسطيني. فبدلا من أن يدعو إلى وقف إطلاق النار، هو يبرر العملية الإسرائيلية بأنها الحق الدفاع على نفسها وملاحقة قادة حركة حماس والمقاومة الفلسطينية، ويقول بأن العملية لها أضرار جانبية وأن المناظر صادمة. هذا نفاق وازدواجية معايير غير محمودة، ونحن ندرك تماما أن لو هذه الأحداث كانت تحدث في أوكرانيا لقامت الدنيا، ولم تقعد الولايات المتحدة الأمريكية، ربما دعت لاستخدام الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة باستخدام القوة العسكرية. ولكن بما أن المسألة تتعلق بالشعب الفلسطيني والشعوب المظلومة والمستضعفة، فالولايات المتحدة الأمريكية لا تقيم اعتبارا للإنسان الفلسطيني والعربي والمستضعفين في العالم في هذا الاتجاه. أنا أعتقد جازما أن الجزائر اليوم وزعت مشروع قرار، مسودة مشروع قرار على مجلس الأمن الدولي، وقف فوري للعمليات العسكرية الإسرائيلية في مدينة رفح، بالإضافة إلى توسيع إدخال المساعدات الإنسانية الغذائية والطبية. والولايات المتحدة الأمريكية من وجهة نظري هي ستقدم على استخدام حق النقد الفيتو في هذا الاتجاه، بما يدلل على مدى عدوانية الولايات المتحدة الأمريكية وشراكتها في الحرب المستمرة على شعبنا الفلسطيني. وهي سابقا أفشلت 3 قرارات لمجلس الأمن الدولي تدعو إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بالإضافة إلى رفضها التصويت على منح الدولة الفلسطينية. طيب أستاذ راسم، يعني بالنسبة للأهداف الاستراتيجية التي تسعى إسرائيل تحقيقها من خلال استمرار هذه العمليات العسكرية في رفح رغم الإدانات الدولية، يعني ماذا عن هذه الأهداف الاستراتيجية بالنسبة لتل أبيب؟ يا سيدي، واحد من الأهداف التي يتحدث عنها نتنياهو هو تحقيق ما يسمى بالانتصار الساحق والقضاء على المقاومة الفلسطينية وعلى قدراته العسكرية والتسليحية والأنفاق واستعادة الأسرى، ويعتقد بأن الضغط من شأنه أن يشكل عامل ضاغط على المقاومة الفلسطينية لكي يستعيد الأسرى الموجودين لدى المقاومة الفلسطينية. أنا أعتقد جازما بأن ما يجري في منطقة رفح ليس له علاقة بعملية استعادة أسرى، وخاصة أن هناك العملية التي نفذت في منطقة شمال جباليا والتي كانت بمثابة كمين لجيش الاحتلال ووحداته الخاصة في فتحة أحد الأنفاق، وقتل وجرح وأسر فيها 16 جنديا، وعمليات القصف التي طالت عمق دولة الاحتلال في تل أبيب من منطقة رفح ومن مناطق قريبة من تواجد جيش الاحتلال تقول بشكل واضح أن قدرات المقاومة العسكرية والتسليحية والقدرة على التواصل والاتصال والتنسيق لم يتم القضاء عليها. ولن يستطيع نتنياهو أن يغير في المشهد السياسي شيئا، لن يحقق لا نصرا ولا صورة نصر ولا أي إنجاز. طيب أستاذ راسم، يعني في ظل هذا القصف وهذا الدمار، كيف ترون الآن تأثير هذه العمليات العسكرية على العلاقات الدبلوماسية لإسرائيل مع المجتمع الدولي، خاصة مع الدول التي أدانت واستنكرت الضربات العسكرية؟ لا
نعم، هذه دولة الاحتلال بلغة قادة دولة الاحتلال ستصبح أكثر عزلة ومنبوذة في العالم، وخاصة أننا نشهد زيادة عزلة الاحتلال اقتصاديا وسياسيا، والأمور قد تصل بالدول إلى قطع علاقاتها الدبلوماسية مع دولة الاحتلال ووقف تصدير السلاح إليها. اليوم عندما تعلن 3 دول أوروبية، إيرلندا وإسبانيا والنرويج، اعترافها بالدولة الفلسطينية دون ربط ذلك بالتفاوض ما بين دولة الاحتلال وفلسطين، ومبتعدة عن الموقف الأمريكي الذي يربط إقامة هذه الدولة بالتفاوض مع دولة الاحتلال، أعتقد بأن المجتمع الدولي والدول الأوروبية التي كانت الغربية التي كانت شريكة نعم. للاحتلال في العدوان على شعبنا الفلسطيني باتت قواعدها الشعبية تضغط طيب. عليها بشكل كبير جدا في ظل انكشاف الاحتلال والجرائم التي يرتكبها بحق الشعب الفلسطيني. طيب الآن ما هو الدور الذي تلعبه الضغوط الداخلية والخارجية على قرارات الحكومة الإسرائيلية المتعلقة بالعمليات العسكرية في غزة؟ نعم، هناك ضغوط كبيرة تمارس على دولة الاحتلال من داخل دولة الاحتلال حتى المؤسسة الأمنية والعسكرية، وأهالي الأسرى باتوا يدعون إلى عملية أن يكون هناك وقف في إطلاق النار وأن تكون الأولوية لاستعادة الأسرى، ولكن واضح أن نتنياهو ومعه الفاشل اليهودي بن جفير وسموتريتش مصرين على مواصلة هذه العملية العسكرية. هناك دعوات من قبل المعارضة الإسرائيلية لتنظيم انتخابات تبكيرية سادسة في دولة الاحتلال في أيلول القادم، وهناك اتفاق ما بين جانس وهزنيكوت ربما على الانسحاب من مجلس الحرب في ظل عدم استجابة نتنياهو لمطالبه بأن تكون الأولوية استعادة نعم. الأسرى على استمرار العملية طيب. العسكرية. في الخارج نحن نشهد ضغوط غير مسبوقة على دولة الاحتلال، قرارات من محكمة الجنايات الدولية، من محكمة العدل الدولية، اعتراف هزائم على المستوى السياسي وعلى المستوى الدبلوماسي، وأيضا هذا بالنسبة للضغوط الخارجية أستاذ راسم. طيب الآن ما نعم. مدى تأثير هذه العمليات العسكرية على مستقبل عملية السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين؟ يا سيدي، واضح أنه حتى في إطار العودة للمفاوضات لإطلاق سراح الأسرى أو تحريك هذه المفاوضات، حماس أعلنت قبل ساعتين من الآن بأنه لن يكون هناك تفاوض أو مشاركة في صفقة تبادل الأسرى بسبب العملية العسكرية التي يقوم بها الاحتلال في مدينة رفح. فيما يتعلق عملية السلام، نحن نسمع تصريحات واضحة في هذا الاتجاه. قالت وزير حرب الاحتلال يقول بأنه لن يكون في عهد دولة فلسطينية ولا في المستقبل أن يكون هناك دولة فلسطينية، وأي دولة عربية لاحقا تطبق علاقاتها مع نعم. دولة الاحتلال وتربط ذلك باعتراف إسرائيل بدولة فلسطينية فيقول بأنها تكذب على شعبها من أجل بلع كبسولة التطبيع. طيب. ونتنياهو يقول لن يسمح بذكر، وسموتريتش وبن جفير لن نسمح بلفظ اسم دولة فلسطينية نعم. وليس إقامة دولة طيب فلسطينية. بالعودة إلى الأوضاع الميدانية، ما هي السيناريوهات المحتملة لتطور هذه الأوضاع في رفح والمنطقة المحيطة بها في حال استمرت العمليات العسكرية الإسرائيلية؟ نعم، في حال استمرت العمليات العسكرية في مدينة رفح وتوسعت باتجاه الدخول إلى قلب مدينة رفح، أعتقد بأن الجبهات الإسنادية هي أيضا ستتصاعد في هذا الاتجاه، وخاصة أننا نشهد على الجبهة الشمالية جبهة حزب الله اللبناني هناك تصاعد في الأعمال العسكرية واستهداف أوسع وأشمل، سواء بالمسيرات الانقضاضية أو الصواريخ لمستوطنات الاحتلال في مدى جغرافي أبعد، وبالتالي هذا يشكل عامل ضغط قوي على دولة الاحتلال والمستوطنين نعم. الذين جرى تهجيرهم من الشمال، بالإضافة إلى جبهة البحر الأحمر والتي يجري فيها استهداف السفن الإسرائيلية والأمريكية، وهذا يشكل حصار اقتصادي ضاغط على دولة الاحتلال. وأنا أعتقد بأن نتنياهو ومعه الفاشية اليهودية تضغط باتجاه توسيع دائرة الحرب لكي تكون أبعد من جغرافيا قطاع غزة شكرا. من أجل خلق الأوراق وإطالة أمد حكومته السياسية. من القدس الكاتب الصحفي والباحث السياسي راسم عبيدات، شكرا جزيلا لكم على كل هذه التوضيحات.